ومشاهدينا نصبح عليكم من جديد. وصلنا لختام فقراتنا لهذا الصباح ومع المطبخ ومع الشيف كوثر الخطاطبه اللي اليوم رح تعمل لنا منسب. خطاب سوري كاتبين لي كانوا خطاطبه خطاب، واليوم رح تعمل لنا المنسف، لكن منسف بطريقه اخرى، المنسف بالفريكه مع جميد الكسيح. خلينا بدايه طبعا نصبح عليها ونشوف شو مقادير الاكل. أهلا صباح الخير حبيبتي. اهلا كيفك؟ تمام يسعد صباحك يا رب. ست كوثر، شو موضوع المنسف بالفريكة؟ هو احنا معروف عنا بالاردن منسف الاردني مكوناته خبز شراك ورز ولحمة، تمام. بس في بعض القرى عنا والمحافظات بعملوها بجريشة او بفريكة، فنوع من التغيير يعني اليوم حبينا نعمل. وفي كتير ناس بحبوا الفريكة يعني، فممكن ياكلوها بالجميد. ايش مقادير الاكلة تبعتنا اليوم هيك بشكل عام؟ 5 كيسات فريكه مع ميه وزيت قليل وملح. انت نقعيتها الفريكه؟ هيها مغسوله ونقعتها وجاهزه. والرز نفس الشيء كمان 5 كيسات ومغسولين وجاهزين مع مي وملح. تمام. وهون انا شايفه ايش، سمنه؟ سمنه بلدية. هذا مع اللبن اخر شيء. سمنه بلديه هي لازم تبين السمنه البلديه. هاي المقادير عم تظهر على الشاشه كمان. هلا انت بدك تحطي فريكه ورز مع بعض صح؟ لا لحال. كل واحد لحال. اوكي، بدي افلفله عادي كاني بدي اطبخه. اوكي، في عندنا هي هون الزيت، زيت النباتي. عادي كاني بدي افلفل فلفل. تمام، خليني اعلي لك بس الغاز لانه كان هاي الفريكه بدي احطها انا على الغاز. بتحتاج نقع هالفريكه مده طويله؟ مش كثير، يا دوب خمس دقائق. اوكي، لانه في كثير ناس بتتغلب بفلفله الفريكه فما بيعرفوا، عرفتي كيف؟ لا عادي كيف زي الرز انا بعملها. يعني بتنقعيها 5 دقائق وبعدين عم بتحطيها انت على الزيت، قديش المي بتحطي فوقها؟ بغمرها يا دوب فوق هيك سنتي. اوكي، بخليها تغلي وبعدين على نار هادي. طبعا راح احط ملح انا، اكيد الملح حسب الرغبه، حسب كل شخص. حسب الرغبه بحب الملح. وشو البهارات اللي ممكن تنحط؟ لا ولا شيء. ولا شيء. تمام، عادي تفلفل عادي. وبحط عليها كمان المي. يفضل مي سخنه صح؟ طبعا. بس اتاكد بالامر. هلا بتركها على الغاز، احركها مع الزيت والملح والماي واتركها لبين ما تغلي، بعدين على النار. بتخفف النار عليها. بس تخليها طول الوقت مغطيه صح؟ طبعا اكيد. والرز نفس الشيء كمان زيت نباتي. تمام، برضو اعلي لك الغاز. هلا برضه بدك تحط الرز على الزيت زي ما عملنا مع الفريكه. طبعا احنا هون بنفضل الرز الامريكي مش الرز البسمتي بهاي الاكله، يعني يمكن البسمتي ما بيزبط. الامريكي صح؟ الامريكي افضل. لا راح احط كمان ملح، احركه شوي مع الزيت. هاي الحركة اللي هي انه الواحد يقلب يعني الكل بيعرف بعدين انا بالزيت بتعطي نكهة مختلفة صح للرز؟ لانه في ناس والرز عندي ما ما بقلبوا بالزيت اول. لا بالعكس بعطي صح شوي نكهة. بيعطي نكهة. والرز عندي انا كاسة مي بكاسة رز. هذا المقدار معروف. كاسة مي بكاسة رز هيك بتطلع تمام. اوكي، ما بخبص ولا شيء، بضل بالعكس.
شغال الغاز. اه شغال. خليني احط عليه مي كمان. تبي نتاكد؟ ارفع الفنجرة عشان تتاكد. اه شغال. يعني هلا مدامك حطيتي انت خمس كاسات رز كانه بدنا خمس كاسات مي لانه مي مغليه. انا لاني متعوده وبعرف يعني صح النظر. انتم بالنظر ما شاء الله اللي بيكون عندهم خبره، بس مرات احنا بنحب ربات البيوت الجداد المتجوزين الجداد يتقيدوا بالمقادير بيكون احسن انه يعرف بالضبط قديش انه بتغلبوا اولها. مزبوط قبل ما يصير عندهم خبرة زيكم. طبعا أنا اللحمة هون سلقيتها. آه أنت سالقة اللحمة هون. آه تقريبا استوت هون هيها. هيها بتغلي. إيش حطيتي مع اللحمة؟ بهارات أو توابل؟ هي اللحمة البلدي ما بتحط عليها أي شيء، حتى مع الجميد دغري. بس انا هنا روزماري حطيت احتياطا. اه روزماري اللي هو حصلبان او الحصلبان. اه حصلبان او كليل الجبل. ما حدا اتذكر شو اسمه الثاني. هنا بدي ادير اللبن، خليها تغلي اللحمه. اوكي نحط جميد الكسيح. جميد الكسيح. سهل كثير سهل. سهل. بعدين بصراحة ريح علينا كثير. ريح كثير ستات صح. يعني الأكلة أكلة المنسف من الأكلات اللي كثير ناس بحبوها، يمكن كانوا يتغلبوا أول شيء السيدات بالذات اللي يعني فيها مرس وقصص يعني. لا هي جاهز. فهلا هيك جاهز لكل الستات صح. السريع. حطيتي علبتين أنت هون من جميل الكسيح على اللحمة. كمية المي اللي عليها. قد اللحمة بدها لتستوي تقريبا كوزر؟ اللحم البلدي ما بدها شيء بسرعة تستوي. على السريع يا دوب نص ساعة بالكثير يعني. تمام. رح أخليها تغلي أنا هون. شوي. أنا هون بدي أجهز الخبز. أوكي. خبز الشراك. الله. أجهز لبن ما يغلي اللبن. خبز بالقمح كمان. الريحة كمان بلشت تطلع بالمطبخ يعني بتشهر الروايح. يعني دائما بقول المشاهدين بتشوفونا بتشوفوا الطبخه لكن ما بتشموا الروايح كمان بتكون معنا بالمطبخ قديش تفتح النفس وبتكون زاكيه. بدي احط انا السمن البلدي. سمن بلدي اجا وقت السمن البلدي. بدي احط معلقه هي هون. وفي ناس بحب يحط على الرز كمان. اخر حسب كل واحد اذا بتحب بحطوا بحب يحطوا سمنه بلدي على الرز بيقدروا كمان يحطوا على الرز او على الفريكه يعني. بس انت هلا حطيتي السمنه البلدي بالجميد اللي مع اللحمه. بالجميد. بتعطي نكهه غير. طبعا السمنه البلدي مميزه. هلا بس الناس كلها صارت تخاف من الكوليسترول ومن الامراض. زمان كانوا الناس تشتغل اكثر. فبالضبط. بس لا مره ما بتاثر مع المنسف لازم. انا مجهزه هون الفريكه. مجهزه الفريكه والرز. اوكي رح اشرب هون شويه لبن على السرعة. هلا مجرد ما حطيتي الجميد بتستني عليه ولا يعني لازم يغلي؟ لازم بس يغلي. انا بدي اشرب شوي. بدك تعلمي لو سمحتي. شامة الريحة. شامة. شامة. أنا اللي شامة. شامة الريحة. بتشهي.
بس شوي هيك عشان تعطي طراوة. هلا الفريك عندي هون هاي شايفة؟ فلفلة جاهزة بالضبط يعني كل حبة بحبتها مع أخلاها. وده نوع من التغيير يعني جميل. صح لا بيحتاج الواحد بتعرفي انه تغيير مرات كثير بقول لك في ناس بتحب الفريكه ما بتعرف شو تعمل فيها صح. فهي بتقدر تعملها مفلفله عادي وبتقدر تعملها ايضا مع الجميد زي المنسف يعني وزاكي الفريكه انا شخصيا بحب الفريكه على فكره كثير زاكيه ومفيده يعني القمح مفيد اكيد أنا بدي أسأل سؤال شيف كوثر هلا مرات الفريكة بتشوفي منها هاي ومرات بتشوفي منها لونها أخضر بتيجي على خضار شو الفرق بينهم؟ الخضار بتكون لسه طازة بتكون طازة طازة لسه دايما بشوفهم بس بعرفش شو الفرق يعني بتكون لسه بينهم. طازة صوتي رايح أنا اليوم مريضة؟ ولا كنت مريضة بس الحمد لله لا اليوم تمام حساسية يمكن هو من الطقس الواحد سلامتك الله يسلمك يا رب هاي هيك احنا حطينا الفريكة ومجهزة الرز كمان راح احط هون كمان طبقة رز حتحط الرز فوق الفريكة فكرة لذيذة لا تعرفي انا غلطت هذا رز بسمتي انت اللي عملته أنا طويلة. خلطت هون خلطتي لأني أنا شفت حبة قصيرة عشان هيك هلا بشوف حبة طويلة أوكي هلا أغطي عشان اللبن يغلي هون لا يبلش بلش يغلي؟ هو مجرد ما يغلي يعني خلينا نقول غلوتين خلاص بيكون صار؟ تمام كله جاهز لأنه يعني لأنه مرات كثير بقول لك بدك يتسبك الإشي مش عارف ولا يعني خلص مجرد هون يمكن غلوتين بتسبك يعني هو لازم يتسبك شوي لازم باخذ اللحمه بتاخذ الطعم الجميل اوكي بس يعني ستات البيوت لانه احنا ما عندنا وقت لكن مثلا بالبيت بيقدروا يستنوا عليه خلوه اكثر يعني على الغاز كيف هاي الاكله قديش بحبوها يمكن لما تعمليها بالبيت قديش يعني بتحسي انه مرغوبه احنا كثير مرغوبه عندنا يعني خاصه يوم الجمعه يعني شيء اساسي عندنا مش بس عندنا بالاردن كل الكل بحب ما في اي اعتراض على هاي الاكله اكيد معروفين احنا هون بالاردن بالمنسف الكل بحب المنسف معروفين فيه بس اغلب الاحيان بيعملوه دائما بوقت بيوم اجازه عطله عشان إجازة. الكل يجتمع مناسبات وبعدين بده راحه المنسف يعني بعد ما تاكلي منسف لازم ترتاحي بده راحه تقدريش تعملي بعده اي شيء بنعس بس تعرفي في ميزه غريبه المنسف يعني بتشبعي تاكلي بس بتجوعي بسرعه بعده يعني بتصير بدك كمان بعده بصير يعني بروح زاكي
يعني ما بيكتفي الواحد بس بالغدا، ممكن يتغدى منه وممكن يتعشى منه. بس هيك تمام، منظره بشهي بس ما كمل يعني، بس من هلا هيك منظره بشهي. هاي غليها. هاي غليها. هاي شايفه اللبن كيف؟ لسه كمان اذا بتتركي اكثر على النار بتسبك، بتسبك اكثر، بس هذا ممتاز هيك. نخليه شوي ولا احطه؟ قد ايه معنا وقت؟ نقدر نخليه كمان شوي. عن جد الروايح فتحت شهيتنا، يعني احنا من الصبح هون مش ماكلين، فانفتحت شهيتنا. لسه في معانا وقت. كل شيء جاهز. لا كل شيء جاهز ما شاء الله، سريعة. كوثر يوم لكل الستات اللي متغلبين مش عارفين يمكن شو ممكن انهم يعملوا أكلة. هاي أكلة سهلة جدا، ما فيها ولا اشياء، ما أخذت منها وقت أبدا، ما تأخذ لا سريعة، ما أخذت أبدا. يعني أنت بس يمكن كنت سالقة اللحمة قبل ما قبل الفقرة، بس احنا عملنا كل شيء خلال الفقرة. حتى الرز والفريكي ما بتاخذ، ما بتاخذ ابدا، سريعه سريعه. فهي فكره جديده، لانه مرات كثير بتعرفي الستات كثير بيتغلبوا ايش بدهم يطبخوا. وفي كمان معروف الجريشه كمان. ايش الجريشه؟ من القمح نفسه بتكون تشبه الفريكه يعني تقريبا. بفلفلوها بحطوها كمان، حتى من غير رز احيانا في ناس بحطوا. يعني ممكن تحطيها مع رز، ممكن تحطيها بدون رز كمان بنفس الطريقة. أنا صراحة أول مرة بشوف هاي الطريقة، يعني أول مرة بشوف الفريكة وفوقها الرز ومعمولة. لا أول مرة، يعني دائما بس بعرف رز مع الجميد يعني. بس كثير انبسطت إنه ضفتوا له هالفريكة اللي بحبها. لا زاكي كثير، هلا بتجربيها وبتشوف. شو في اكلات ست كوثر كمان ممكن تنعمل بالجميد؟ في اكلات كثير. يعني زي شو هيك اذا في بالسعوديه، انا اختي هناك في طبخه بتعمل لنا اياها برمضان بالجريشه نفسها، زي شوربه الفريكه، بتحط اللحمه البلدي مع الجريشه وشويه كمون واللبن. زي الشوربة بتكون كثير زاكية كمان. فكرة إن شاء الله المرة الجاي نعملها. نبلش نسكب لأنه عشان نلحق نحطها بشكلها النهائي سخنة كثير. خلاص أنا بقرب. هاتي هاي إذا بتحبي. الله الله. ما احلى كمان هالطبخه للعزايم. اكيد.
هلا بدي اشرب شوي. شرب الطبق النهائي بالجميد. هو اسهل انك هيك تعمليه، يمكن في ستات بتلاقوه هيك، بس هيك اسهل صح التشريب. خلينا سريعا نمسك كوثر حتى نشوفه. وهي اللوز هاي النهائيات. بحب يحط لوز، بحب يحط سنوبر، بحب ما يحطش اذا بحبش المكسرات، بس هيك التقديم بشهي واكيد الطعم كمان. تمام. وين بتحبي نحطه للعرض؟ بس خلينا احط اللبن. تمام. بدنا نشكرك كثير الشيف كوثر. بدك تحطي انت اخر شيء هلا اللي جنب اكيد المنسف، هذه اساعدك شيء. اوكي يا تمام. اوكي الله سلم ايديك وعينيك يا رب. هي الطبق النهائي للمنسف طبعا بالرز وبالفريكه. بدنا نشكرك شيف كوثر خطاب على وجودك معنا وعلى الاكله الطيبه اللي عملت لنا اياها بجميد الكسيح. شكرا لك. الله يسعدك. شكرا، نورتي. شكرا. ومشاهدينا طبعا هيك وصلنا لختام فقراتنا لهذا الصباح من يوم جديد. بدنا نشكركم على حسن المتابعه، وبدنا نتمنى لكم نهار سعيد، ودائما بننهي معكم بجمله بنقوله: عيشوا الحياه لانه الحياه تستاهل، والحياه حلوه وانتم بتستاهلوا ايضا انكم تعيشوها. بدنا نعيد كمان نتذكر انه بكره عيد الاستقلال، ونعيد الاردن الحبيب وجلاله الملك طبعا حفظه الله ورعاه بعيد الاستقلال. ومننوه انه بكره معنا حلقه خاصه بمناسبه عيد الاستقلال، عيد استقلال المملكه الحبيبه. الى اللقاء، بنشوفكم بيوم جديد اخر. مني الكسندرا بفريق العمل البرنامج كل التحيه، والى اللقاء. Thank you.